السلام عليكم لافامي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في هذه المغامرة الجديدة. من بعد عام ما بدأت الحرب في أوكرانيا قررنا نرجعوا لهذه المرة هذه، واخا مازال الحرب ضربنا أكثر من 4300 كيلومتر طيارة من مدريد تل بولونيا، من بعد من بولونيا خدينا التران تل الحدود ديال أوكرانيا، عاوتاني بدنا التران تل المدينة ديال كييف، من بعد خدينا الطوموبيل هي باش دينا الطريق تل مدينة نيبرو. علاش رجعنا لأوكرانيا وكيفاش رجعنا وواش بقى الحرب في أوكرانيا وكيفاش دايره الأجواء في المدن الأوكرانية، هادشي اللي غادي تشوفوه معنا في هذا الفيديو هذا. كنتمنى تدعمونا بلايك والبارطاج. يلا خوتي خليكم معنا، بيس. السلام عليكم خوتي، ولاباس وبخير كلشي مزيان. مهم خوتي، مباراة رمضان مبارك، أبيشيو ذا بيست ذيس رمضان، ويل bring you safety, calm and only good sex, inshallah. فين نمشي اليوم؟ اليوم بولونيا. من بعد؟ من بعد؟ أوكرانيا. المهم أخوتي، السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير كلشي مزيان. المهم أخوتي، اليوم رانا في المطار كما كتشوفوا، كنتسناو الطيارة، غنمشيو إن شاء الله لبولونيا، ومن بولونيا غندخلو لأوكرانيا إن شاء الله. ياك؟ هكا. يلا اخوتي خليكم معنا، غنصوروا لكم كل شيء ان شاء الله. غنمشيو لاوكرانيا، عندنا شي حاجه ما يدار تما ضروري خصنا نمشيو. يلا خليكم معنا، تهلاو ليا في راسكم، بيس. ماكلة لا ماكلة، انا بغيت ناكل ما بغيتش الماء. بغيت ناكل هكا. المهم اخوتي حنا يلاه وصلنا دابا لبولونيا، حنا دابا غنخرجوا خصنا نوصلوا عاوتاني للمدينه عاد باش عندنا التران اخوتي لاوكرانيا ان شاء الله. يلا خليكم معنا اخوتي، بيس. كنتسناو التران اخوتي باش نمشيو عاوتاني، غنمشيو من هنايا فين؟ بشامشل. غنمشيو لواحد المدينة سميتها بشامشل حدا الحدود ديال اوكرانيا، ولكن غندوزو على واحد المدينة غنتلاقاو بولد خالتها، خصنا نعطيو شي وراق باش تنعاودو لكم بعد هاد العيبات. المهم خصنا نعطيو شي العيبات ديال الخص ديالو، ومن بعد غادي نتحركو لبشامشل المدينة اللي قالت لكم ناسيا. شو قولي لي هذا؟ غنبدلو التران، غنشدو التران ديال اوكرانيا باش ندوزو الحدود اخوتي وغنمشيو لاوكرانيا ان شاء الله، وديك الساعة نكملوا الفيديو. المهم اخوتي نوريكم دابا تقدينا الفطور، حيت غنفطروا في التران، تقدينا شويه داكشي ديال الماكله وهزينا معنا باش ناكلوا في التران. انا نوريكم. المهم اخوتي ناسي كيف العاده خدت شيبس، بابريكا، باسله، خدينا هاد العيبات هادو نفطروا بهم اخوتي، الشنيكات، خدينا الماء، خدينا قهوه، خدينا شويه الخبز، المهم فرماج وهادي. المهم تنطلعوا للفطور ونوريكم شنو باش نفطروا. بس وش نو بريتي في الشو؟ انا تامبيا تعال تعال خوتي، كنا الجوع من الصباح خارجين مع خوتي خاش بس بس بعد الصباح حنا خارجين هو الترين هو شي اخوتي غنطلعوا نكملوا لكم ها هو جاي من تشيك الترين. يلا خوتي طلعوا الترين وندوي. وخبز فرماش كشار
الماء كهربا ويوغرت وصحة هنا اخوتي تلاقينا بولد خالتنا سيا فاش عطيناه الوراق اللي خلنا جبنا معانا على قبل الطوموبيل ديالنا. هذا موضوع اخر من بعد نعاودوا لكم. خوتي وصلنا لواحد المدينه دابا يلاه هبطنا من التران وعندنا تران اخر وبهبطنا هنا يا خوتي باش نتسناو شويه. هاد واحد المدينه هنا في بولونيا ما فيها حتى واحد خاويه كاين حتى واحد ياك لدي والو. شوف شوف كاين الطوموبيلات كيتمشى. انا نوريكم واحد الدرب كيخلع انتوما اخوتي. شوف على دريبه ما كاين حتى واحد والعمارات كيخلعوا وناس عيات سخفانه وصطاله مسكينه. لا انت مسكينه. شنو هذا مسكينه؟ ها شنو هذا مسكينه؟ شنو هذا مسكينه بيدين كاي. اها هكا هكا. شوف اخوتي هذه المدينه في بولونيا ما فيها حتى شي واحد. شوف على ديور. شوف شوف داكشي كيخلع ناس شو الناس والو هي يلا العشرة الليل والناس خاوية اخوتي. عاتي مدريد هنا اخوتي بالبالة الناس ما كينعسوش بزاف ناس في مدريد. المهم لافامي هنا وصلنا لاكار حتى كنلقاو هاد الناس بزاف. هادشي كامل كيتسنى غادي لاوكرانيا. شوفوا شحال ديال الناس راجعين لاوكرانيا. شوفوا تبارك الله كلشي باغي يرجع فحالو. المهم تسنيني شي 3 سوايع في هاد البلاصه هادي. هنايا في كاين البوليس ديال بولونيا باش يدوزوك الحدود ديال الاتحاد الاوروبي باش تدخل اوكرانيا. عاد باش دخلنا وبزز انايا مع باسبور مغربي باسبور خضر راكم عارفين وباسبور ديالي باقي جديد فيش طبعه ما فيه لا طبعه لا والو. المهم بقاو كيقلبوني قلبوا الباسبور شدوني انا معاهم شي 20 دقيقه عاد باش طلقوني باش دخلت. التران بقى كيتسنى فينا غير حنايا باش ندخلو. المهم اخوتي دخلنا عاوتاني طلعنا على التران دزنا الحدود الاوكرانيه. عاد باش كيطلعوا البوليس ديال اوكرانيا البوليس الاوكراني كيقلبوك في التران. المهم البوليس ديال اوكرانيا شافوا الكارت سيجور ديالي كلشي مقاد ما عطلونيش دغيا دغيا حطوا لينا الامور. كملنا الطريق اخوتي كانت عندنا 11 ساعه ديال الطريق من الحدود ديال بولونيا حتى لكييف. المهم اخوتي وصلنا لكييف الحمد لله مزيان بخير وعلى خير. خرجنا من المحطه مشينا خدينا الطوموبيل اخوتي هي باش مشينا جمعنا كاع حوايجنا اللي خلينا كاع قبل الحرب وشدينا الطريق للمدينه الاخرى. هنا اخوتي غتكون سالات البارتي الاولى ديال الفيديو. نتمنى يكون عجبتكم البارتي الاولى والبارتي الثانيه ان شاء الله غنوريكم الطريق من كييف وكيفاش دايره الطريق وكيفاش دايره مدينه كييف واش الدنيا هانيه ولا باقي صداع. يلا اخوتي تهلاو ليا فراسكم وما تنساوش تدعمونا اخوتي بلايك كومونتير والبارطاج. تهلاو ليا فراسكم نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بيس انس فين جيت دابا داكم دار على السلامة. سلامة سلامة سلامة. فين مرحبا؟ بلاتي فين مرحبا؟